ميشيل حايك يفجر توقعات خطيرة وغير مسبوقة. أخطر توقعات المرحلة القادمة للدول العربية تشاهدونه الآن. أهلا بحضراتكم معانا وحلقة جديدة من حلقات توقعات ميشيل حايك وأخطر توقعاته للدول العربية وأيضا التوقعات العالمية. ميشيل حايك بتوقع الكشف عن خطة لإعلان الأردن مملكة للسلام، وبتخطط إسرائيل لعمل عسكري لرفع معنويات جيشها. نهاية غير سعيدة في أحد ميادين الخيل وميركل حديث الألمان والأوروبيين. اهتزازات متلاحقة للمجلس الانتقالي ووزير خارجية تركيا على مفترق سياسي وأمني خطير. الرئيس بوتين وبعض المقربين منه بيتعرضوا لسلسلة من الصدمات. سيناريو بن علي في تونس بيوعى للذاكرة من جديد، وتهريب الكبتاجون هذه المرة مش الكمية، هي فضيحة الاسم والشهرة ومن سيكون. أيمن الظواهري ولو متوفى رح يشغل جهات أمنية. انسحابات من أوبك بتهز أوبك وبتهز العالم. احتراف رياضي عربي حيضاهي البلدان الرائدة في عالم الرياضة. فجأة بتسيطر الصدمة على إحدى حلبات الفورمولا 1 في الخليج العربي. عفوية الفنانة أحلام بتعرضها لبعض الحوادث. وليد الإبراهيمي بيقاوم كل المحاولات وزيارات علنية من التيار إلى سوريا لكنها ذات أسرار. النائب جبران باسيل بيخالف بالتوقعات التحالفات والنتائج والخطر من اغتياله سوف يزداد. ما يشبه لقاء قمة وأقطاب في الحرم المكي. النفط الروسي حيشمل العالم، والحكومة الإيطالية بمهب الهزات المتلاحقة وصمودها على المحك. مدافع بوتين حتسكتها تليفونات بايدن. عملية بتتروح بين الخطف والتغييب من الدرجة الأولى والمخطوف شخصية محورية في المسار الليبي. سقوط شخصية إيطالية من صف الرؤساء. اهتزازان أحدهما أمني والآخر طبيعي، وعين ترصدها لترفعها في البحرين. رغم العاصفة بين الجزائر والمغرب هنشوف بداية نسف خيوط بيضاء بين البلدين، والأحداث الضخمة والأهداف الأضخم بتتداخل وبتتشابك لتعمل من فرقة حملة النعوش الأفريقية بعدتها وعتدها في المنطقة تبعنا. مقهى فرنسي بيتحول لمعركة. أدوار بارزة بصنع القرار بلبنان الجديد وكما في لبنان كذلك بسوريا. التوقيع والتوقيع المصيرية هتكون عنوان تاريخ سوريا الحديث. سقوط شخصية إيطالية وغليان بالجامعة العربية بيفجر كانها بمحل وبين رئيسها وبين الموجودين. خبر أسود بيلاحق كرة القدم الإيطالية على أحد الملاعب. تطور العلاقات اللبنانية السورية بيفاجئ الجميع. المياه تحاصر الكويت. تخبط في البورصة وعالم المال، والغدر بيشق طريقه باتجاه بايدن. أنباء بصفة عاجلة جدا عن أنتوني فوتشي المستشار الصحي لرئيس بايدن، وعملية صقرية انتقامية خطيرة بتحمل اسم قاسم سليماني بارتداد عالمي بعيد المدى. خرق إيراني في العمق الإسرائيلي. لبعض الوقت بيتحول البرلمان التونسي ومحيطه لساحة مواجهة والموقع إجرامي. انتكاسة في عالم إنتاج السيارات الألمانية. إصرار ملك المغرب على المصالحة هيكون أقوى من إصرار الجزائر على الخصومة. غسام بن جدو بين الحسد والشهرة. صور ومشاهد بموقع عربي تعيد للأذهان صور ومشاهد من انفجار مرفأ بيروت. هتشكل الانتخابات الإيطالية نقطة تحول ومحور المعركة هذه المرة لحماس والجهاد الإسلامي. بيفتح محمود عباس صدمات من بينها صدمة بتخص اسم ياسر عرفات. بيفقد ملك المغرب شخص عزيز أو قريب أو صديق. الموضة العالمية في المرحلة القادمة هتكون عربية بامتياز. خرق إيراني في العمق الإسرائيلي. خبر عبور صحن طائر في سماء السعودية بيهز المملكة والمنطقة. بتتوجه السهام صوب رئيس الوزراء الكندي وتظاهرات في كندا ومنها الغير سلمي. تصفية حسابات داخل الحرم المكي والصحون الطائرة وكل ما ينتمي لها من أجسام غريبة سنراهم هم بالمنطقة العربية. الأميرة هيا الحسين في صورة بتقلب المقاييس. الشيخ محمد بن زايد بيغمر وبيقلب منقولة النار بإيديه لوصل المقطوع. استنفارات مفاجأة في الإمارات. بتنقلب السلطة الفلسطينية رأسا على عقب. ثورة في فلسطين عنوانها حماس وغير حماس. الفن الفلسطيني بيربح معارك غير عسكرية. هزة طبيعية ومش طبيعية بتضرب منطقة الجبل من المعابر، ومش كلها دايمة على حدود لبنان سوريا. هالمرة ومن أحد المعابر هيعبر حل ومش هيلا حل. مروحة أحداث وشقلبة كبيرة بانتظار حزب أتشناك وأركانه. هينطلب أكتر من رأس أرميني كبير. شخصية أرمينية بترفع اسم لبنان وبتعزز ليه رصيده وبتجعله مفخرة بلبنان بدنيا الانتشار.
روما عاصمة بتحبس الأنفاس، موجة حزن بتقفش على شط مغربي بعد صوت نتنياهو عم بيضج براسي، وصدى تهديده للبنان مش عم بيفارق دناية. النفط الروسي بيحمل العالم دعسة ناقصة بتكلف بوتين غالي. مدافع بوتين بتسكتها اتصالات بايدن. طائرة لها علاقة بالكويت بتثير الجدل. استثمارات سياحية عالمية على أرض المغرب. العقار المغربي لارتفاع رغم بعض الخضات. أغادير بأحداثها ومهرجاناتها السياحية هتخطف أنظار العالم، وظهور جيل شبابي واعد بيتخطى مهاراته بكرة القدم. الأبطال المغربيين اللي حققوا الانتصارات بقطر. بيطلق سعد المجرد أكتر من موجة غنائية بتغلي بشوارع العالم العربي وأحيانا بتشظيه. كل القضية هتصير فوق ومن فوق، طيران بطيران ومن كل القياسات، والأهم إنه كتار ما راح يرجعوا لقواعدهم سالمين. بأسلوب مفاجئ بينخض برنامج الهيبة بأسرته وجمهوره، والجو غامض وبتكتر التحليلات شوي. الخطر بيتجول بين نهر السين وبرج إيفل. حالة طوارئ في الطيران الإيطالي. انعكاسات سلبية على الداخل الإيطالي جراء تدخلات في الحكومات العربية. سليمان فرنجية بيلتقي السيد حسن نصر الله عين بعين. المناعة ضعيفة بين نجيب ميقاتي والثنائي الشيعي رغم الجرعة الثالثة. أسبوع الموضة هالمرة بنسخة عربية وعلى أرض عربية خليجية. احتراف رياضي عربي بيضاهي البلدان الرائدة في عالم الرياضة. فجأة بتسيطر الصدمة على إحدى حلبات الفورمولا 1 في الخليج العربي. أسبوع الموضة هالمرة بنسخة عربية وعلى أرض عربية خليجية. رؤوس كبيرة وجوه معروفة وأسماء مشهورة، نساء ورجال حتطالهم عملية محاسبة الفساد من جديد، وظهور اسم الخرافي على الساحة الكويتية. عمان على موعد مع يوم أحمر قاسي. بداية تسلل خلية إرهابية. شخصية عسكرية مغربية ببازار رهانات. متابعينا الأعزاء، بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا النهاردة. بشكركم جدا على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء غدا وتوقعات جديدة. دمتم في أمان الله ورعايته.